الحقيقة عمدة علوان أخوك جاي. لا ما تخافش، علوان أخويا تصلح وبقال العاد. ده آخر مرة قاعد يكلمني في إنه عايزنا اتجوز وخلف وكده. أيوة عمدة، الركع النية والسراير. إيه السراير دي؟ السراير يا عمدة اللي بتبقى جوه البني آدم دي. اللي سراير احنا هننام ولا إيه؟ سراير إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا علوان اتفضل. أنا كنت عايز أكلمك في حكاية كده يا عتمان. اتكلم يا أخويا، أقول أؤمر، أنا سامع. يعني عايز أكلمك بيني وبينك يعني. لا اتكلم عادي، الشيخ مبروك يعني هو راسي على كل حاجة، ده هو اللي. لا معلش يا عم، أنا هحاسبكم مع بعضيكم وأقوم ألحق صلاة العصر. لا والله ما أنت قايل، أقعد. الشيخ مبروك ده راجل طيب وبتاع ربنا. اتكلم قول. أنا يعني كل ما أجي أتكلم في الحكاية دي أقول عيب يا علوان ما يصحش. عتمان اخوك مش هياكل حقك ابدا. حقك ايه اللي اكله؟ ايه هو ده الكلام اللي بتقوله ده؟ هو انت تغيب تغيب وترجع تخيب؟ جرالك ايه الكلام الفارغ ده؟ فهيمه لعبت في ودانك وقومتك علينا. اسمع يا واد، انت انا قلت لك قبل كده ان انت مالكش حق عندي، كلام ده قلته لك 15 مره ولا انا مش فاكر كم مره. ازاي يعني يا عتمان؟ زي ما بقول لك كده، هو انا مش مديك 8 فدادين؟ هم دول حقك، عايز ايه تاني؟ عايز بقى تاكل في حقاني؟ مش مكفينك التمن فدادين ترمح فيهم وتاكل من خيرهم انت وعيالك؟ جاي تنهب في حقاني؟ يا عتمان انا نصيبي من ورث ابونا الله يرحمه 22 فدان بالتمام والكمال، وانت ساعه لما اديتني الحجه بتاعت التمن فدادين قلت لي مشي حالك لغايه لما نقعد ونشوف، وهو من ساعتها لا قعدني ولا شوفني، والحسبه باينه، انا اسمتي 22 فدان، ده بالنسبه للارض بس، اما بقى بالنسبه للبيوت. حاسب، بالنسبه لايه والفيسبا لايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ لا يا حبيبي، حسبتك غلط خالص من الاول للاخر. انا زي ما قلت لك كده، اهو الراجل ده شاهد علينا، ابويا كان يمتلك الاراضي دي كلها. قول له كده بذمتك. لا ما دام جيت لي ذمتي، ابوك الله يرحمه اهو قال لك اهو، عشان تبقى عارف الحق والمستحق كده عيانا بيانا ولا ايه؟ بقى كده يا عتمان. ايوه كده وابو كده. بص يا حبيبي، ابوك مات على الحميد المجيد الله يرحمه وما كانش حيلته حاجه. أنا بقى بمجهودي وعرقي اللي عملت اللي أنت شايفه ده كله، وأنا من طيبة قلبي وحسن نيتي وخوفي عليك أنت وعيالك اديتك الثمان فدادين دول، لكن تعمل إيه؟ تعمل شير تلاقيه خر. اللي هو خير تعمل شر تلقى يعني. قوم ياد من هنا. أنا هعرف آخد حقي إزاي بقى منك؟ هتعمل إيه يا دلدول فهيمة؟ جاتك نيلة عليك وعلى ربايتك، بقى هي دي المرجلة؟ هي دي الرباية؟ تقف قدام أخوك الكبير وتنهده كده الكلمة بالكلمة؟ خلاص يا عمدي. هدي نفسك امان، ما يستاهلش، وبين صحتك. حرق دم الله يحرق دمه. اي والله حفيظه كان عندها حق، الصنف ده خسيس ما يجيش غير بالدقه على دماغه. على مالك يا عم؟ قالوا انت تقول لي اخويا علوان اتصالح ده بيكلم، فاكره جاي يكلمك في الجواز والخلفه اياك. اي والله اخر مره قعد يكلمني قلت الواد عقل وربنا هداه، اهو رجع لجنانه تاني. سيبك منه بقى. ايوه عندك حق والله، سيبنا منه بقى. ايوه وخلينا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه بقى في موضوع ابو العيله؟